لجنة أولمبية مالتنا في وادي، والرياضة مالتنا في وادي، رياضة الكل جميعا، كل الألعاب، كل الألعاب اللي موجودة. لكن احنا شفت المشاركة، لو مو المصارعة احنا اصلا مشاركة هزيلة مخجلة. على رأس الهرم صار له، راح يصير له 16 سنة كابتن راعد حمود. راعد حمود ايش قدم للرياضة؟ من أسوأ، من سيء إلى أسوأ، ودون فلش الرياضة بجميع، كنا أبطال احنا، كنا أبطال. وخلي يشوفون التاريخ، خاف يقولون رجعوا للتاريخ شوفوا بكل الألعاب احنا كنا أبطال. الأثقال كنا أبطال العرب وآسيا، ويروحون يعني يروحون هيك بس، يروحون بدون تمرين ياخذون البطولة وياخذون الذهب. لولا المصارعة احنا يعني اكو طلعنا بفضيحة. لا بس خلنا نقول هاي الشغلة وانت تفضل. اليوم اكو سوى مقارنة الأستاذ عبد الكريم ياسر الصحفي، تحياتنا، مقارنة سوى اليوم، اكو لاعب اردني سباح اخذ 11 ميدالية في 11 منافسة، احنا ماخذين 6 يمكن احنا بالاي 6 عندي موجودة، احنا بالمركز التاسع، هم صاعدين فوقنا بفضل هذا السباح. احنا هسه لو هذول ماخذين لنا واحد من هذول الابطال ويشارك فيه ويرفع اسمك ويرفع يعني احنا المشكله مالتنا هي هاي. اقول لك اصدمك شويه، انا قريب من لان منطقتي بيها هواي مصارعين. ايش قد تتوقع راتب لاعب المنتخب والمدرب؟ لا ما نعرف راتبهم. راتب 50,000 اللاعب و60,000 المدرب. مدرب منتخب، مدرب منتخب 60,000 ويحكي لك بالجهاز، واللاعب 50 يطلع بالتلفزيون يصير هو اللي مخترع الرياضه. هاي اللي نحكي عليها، 16 سنه ما حد محاسبه، ما حد قال له تعال انت ايش قد احنا وفرنا ميزانيه، ايش قد اعطينا فلوس؟ صار له 16 سنه شنو مخرجاتها؟ ما سوت كلجنه اولمبيه للرياضه؟ كل المشاركات احنا مخجله، كل المشاركات سلبيه، كل المشاركات مخزيه. رسالة للطرفة من السيد سعد الهام.